توأم مرتبط في السر وبرنامج منجحش أسرار حياة منى الشاذلي. الإعلامية منى الشاذلي واحدة من أشهر الإعلاميات اللي موجودة على الساحة، وبرنامجها معكم يعتبر هو الأنجح في مصر والوطن العربي، وبقى خلاص مربوطة عند الناس إن أي حاجة هتحصل وهتعمل ضجة كبيرة هيكون أبطالها ضيوف مع منى الشاذلي. منى الشاذلي دايما بتبعد حياتها الشخصية عن الإعلام والميديا، وتقريبا ما بتتكلمش عن أسرتها وبيتها ودور أسرتها في حياتها إلا في أضيق الحدود. بس احنا النهاردة هنكشف لكم شوية أسرار وتفاصيل من حياة منى الشاذلي. منى محمد محمود الشاذلي من مواليد 1973، درست الأعلام في الجامعة الأمريكية، واشتغلت بعد ما اتخرجت من الجامعة في العلاقات العامة في شركة المقاولون العرب، وبعدين اتجهت لمجال الإعلام. وفي بداية حياتها كانت بتشتغل في شبكة راديو وتلفزيون العرب ART بعد ما نجحت في مسابقة اختيار المذيعات، وكانت وقتها مراسلة وبتعمل لقاءات مع الفنانين، وقدمت بعد كده برامج كتير مشهورة زي برنامج القضية لم تحسن بعد، وبرنامج لا أرى لا أسمع لا أتكلم، وبرنامج لا تذهب هذا المساء. لكن شهرتها جت من وقت تقديمها برنامج هذا المساء، وده وقتها كان أشهر وأجرى برنامج توك شو في مصر، وكان الأعلى مشاهدة في مصر وقتها، وحققت منى من خلاله عدد كبير من الخبطات الصحفية والإعلامية الكبيرة. وبعدها راحت MBC مصر عشان تقدم برنامج جملة مفيدة لكنه منجحش، وبعدها قررت منى إنها تنتقل للCBC وقدمت برنامج معكم، وأخدتها من قصرها وبعدت عن السياسة خالص. منى متجوزة رجل الأعمال سمير يوسف الرئيس التنفيذي لقنوات CBC، وده واحد من أهم رجال الإعلام في مصر، وعنده خبرة كبيرة في العمل التلفزيوني أكتر من 20 سنة ما بين تأسيس قنوات وتولي إدارات مختلفة فيها، وساهم كمان في تأسيس عدد كبير من القنوات والمحطات والشبكات الإعلامية زي راديو تلفزيون العرب ومودرن سبورت والنهار والCBC. منى الشاذلي زي ما هي إعلامية ناجحة، هي كمان أم ناجحة لثلاث بنات، منهم واحدة مخلصة دراسة وفي بنتين توأم لسه بيدرسوا. منى لها لقاء بتتكلم فيها عن بناتها بين قد إيه هي سوبر ماما زي ما بيقولوا، هي شايفة إن الأمومة مقدسة وشغلها هو اللي جنب البيت مش العكس، وممكن في وسط الشغل أو وهي بتحضر ميتنج تستأذن منهم وتسيب كل حاجة عشان خاطر بناتها وترجع تاني، عشان لو في واحدة منهم راجعة من المدرسة بتعيط، واحدة عاوزة تاكل أو واحدة عاوزة هتحل معاها الواجب، فمش بتستنى إنها تخلص تصوير وترجع لهم تاني. قصة رضوى الشربيني، ترددت كتير من الشائعات عن علاقة الجواز اللي هتربط ما بين رضوى الشربيني وسمير يوسف جوز منى الشاذلي، وهيبقوا الاتنين ضراير، ومنى حبت تنفي الإشاعة دي بطريقتها، فقررت إنها تستضيف رضوى في حلقة من حلقات البرنامج عندها، وتعمدت منى إنها تقول في الحلقة أنا كنت محظوظة وجزء كبير من نجاحي هو دعم زوجي ليا، والنجاح ده بيكون أحلى لما يكون في شريك حابب نجاحك، وقتها النجاح بيكون ليه طعمه أجمل لما بتلاقي شريكك واقف في ظهرك، فأنا نجاحي واستمراري جزء كبير منه بدين به لجوزي وشريك حياتي وأسرتي كلها. وبكده منى قفلت أي كلام بيتقال عن ارتباط جوزها برضوى الشربيني.